النهاردة هنتعرف مع بعض على طريقة عمل مربط التين بطريقة سهلة جدا وصحية من غير اي مواد حافظة او اي الوان صناعية. هقولك ازاي تعمليها بقوام بيوري ناعم كده وكريمي، وكمان ازاي تعمليها قطع وتفرد معاكي بكل سهولة، وازاي نحفظها في التلاجة اطول فترة ممكنة تقعد معانا اكتر من سنة. بس قبل ما نبتدي الفيديو النهاردة تعالوا بينا نعمل لايك وشير علشان الكل يستفيد معانا، ويلا بينا نبتدي وصفتنا. معانا كيلو من التين غسلناه كويس وحطيناه في مصفى علشان يتصفى من المية اللي فيه، عشان لازم التين يكون ناشف وما فيهوش مية، واختاروا التين يكون كويس ما يكونش مهري وما يكونش اخضر. بنقطعه نصين كده او ممكن نقطعه اربع تربع وشيلوا الحتة اللي هي بتكون تحت دي. هنكمل كل الكمية اللي معانا، طبعا احنا بنقطعه اربع تربع كده علشان السكر لما نضيفه عليه يتشرب منه كده ويتغلغل جواه. خلاص كده هنخلص كل الكمية اللي معانا. هنبتدي دلوقتي نضيف السكر. لكل كيلو تين بنضيف 2 كوب من السكر. انا ضفت 2 الا ربع وكان الطعم مظبوط جدا جدا. ما تضيفوش باي حال من الاحوال اكتر من 2 سكر علشان ما تبقاش المربى مسكرة بزيادة معاكو. هغطي الحلة وهحطها في التلاجة. انا اشتغلت بالليل يعني قطعتهم وحطيت السكر عليهم بالليل، وتاني يوم الصبح ابتديت اشتغل في المربى. هتطلعوها هتلاقوا السكر اتحول لسيرب زي ما انتوا شايفين كده. هنولع البوتاجاز ونحطها على نار هادية. الاول طبعا النار بتكون عالية لغاية ما يبتدي يغلي، وبعدين نوطي عليه النار. ما ينفعش نشتغل في المربى والنار عالية علشان ما تشطش منك، وكمان علشان ما تفرش وتطلع على البوتاجاز وتبهدل الدنيا. المكون المهم اللي احنا هنضيفه معانا النهاردة 1/2 ملعقة من ملح الليمون. لكل كيلو تين بنضيف 1/2 ملعقة من ملح الليمون، وده يعتبر المادة الحافظة الطبيعية اللي هتحفظ لنا المربى اكتر من سنة في التلاجة. كل شوية هنديها تقليبة بسيطة كده ونعلي النار ونوطي النار، لكن ما ينفعش نشتغل فيها طبعا طول الوقت وهي النار عالية زي ما اتفقنا، يبقى هنشتغل على نار متوسطة. كل ما تطلع السحب اللي انتوا شايفينها البيضة دي بنشيلها اول باول علشان نطول من العمر الافتراضي للمربى في التلاجة، لان لو سبت الريم ده ينزل في المربى، المربى مش هتقعد معاكي فترة طويلة، وكمان طعمها بعد فترة هيتغير. فاحنا بنشيل الريم اللي بيظهر ده اول باول. زي ما انتوا شايفين كده كل شوية اعلي النار شوية وهديها شوية علشان تطلع لي كل السحب البيضة اللي هي بتبقى جوه التين. كل ما بتغلي التين طبعا بيستوي اكتر وحجمه بيقل، يعني كل شوية هنلاحظ ان الحجم بيقل معانا. ابتدى بقى خلاص يدخل في مرحلة السوى اهو. لو انت عايزاه يبقى ناعم ممكن تعملي الحركة دي، انا بضغط عليه بالسباتيولا كده، او هقولك طريقة اسهل من كده ممكن تنعميه بيها. لو انتوا حابين يكون معاكو قطع هتعملوا الطريقة دي، ان احنا بالسباتيولا كده او بظهر الشوكة او اي ملعقة عندك بنفضل نضغط عليه لما يدخل في مرحلة السوى علشان يتقطع ويبقى قطع معايا. او لو انت عايزاه يبقى ناعم معاكي، لكن هو مش هيبقى ناعم بزيادة، يعني مش هيبقى كريمي بزيادة، هيبقى برضو فيه قطع ما تقلقوش. بنشغل عليه المضرب، لكن ما ينفعش تشتغلي بالمضرب على النار، لازم تكوني طفيتي النار، ويفضل تفضوه من الحلة على طبق تاني يكون غويط علشان ما المضرب ما يطلعش المربى وممكن تطلع عليكي وتلسوعك. شايفين القوام بعد ما ضربناه بالمضرب؟ انا ضربته حوالي 1 دقيقة بس علشان انا كنت عايزاه ما بين كريمي وما بين قطعة، فكان ده قوامه يعني حلو قوي، يعني في النص كده بين البنين. هعرفه مستوي ازاي؟ هعمل الحركة دي، هاخد شوية على طبق. طبعا هو باين ان هو خلاص استوى 100 100، بس انا حابة اديكم المعلومة كاملة. بحط شوية كده من المربى على اي طبق وبحاول اقسمهم نصين بالسباتيولا. لو الخطين جمعوا تاني وتلموا على بعض يبقى كده لازم ارجعها تاني على النار، لكن لو انا عملت خط وفضل زي ما هو كده ابيض يعني مقسوم كل ناحية في حالها، يبقى خلاص كده المربى جاهزة وزي الفل وما فيهاش اي سوائل. هستنى لما تهدى شوية. شايفين القوام تقيل جدا جدا؟ طبعا هنبتدي دلوقتي نحفظ المربى بتاعتنا في البرطمانات، ويفضل نحفظها في برطمان ازاز يكون معقم يعني ما فيهوش اي مية.
تمام كده. انا عملت 2 كيلو من التين، هقول لكم عمل معايا قد ايه. البرطمان ده بيساوي حوالي كيلو من المربى، كل كيلو تين بيعمل برطمان حوالي كيلو وبرطمان تاني صغير. هحط كل الكمية في البرطمانات بتاعتها، دول برطمانين كل واحد فيهم حوالي كيلو، وده البرطمان الصغير. شايفين القوام تقيل ازاي؟ قوام مثالي بصراحة، طعم وريحة جنان، اجمل بكتير من المربى اللي احنا بنشتريها من برة، لان المربى اللي احنا بنشتريها من الماركت بتكون اغلبها مسكرة. يعني حتى اغلب الاطفال ما بيحبوش مربى التين بسبب كمية السكر الرهيبة اللي بتكون في المربى. بص اللون بقى ذهبي وجميل ازاي. في ناس بتضيف جيلي، وناس بتضيف جيلاتين، وناس بتضيف نشا علشان تحصل على القوام المثالي ده. لكن احنا النهاردة متميزين عن اي حد، عملنا القوام بدون اي اضافات. دي الكمية اللي احنا عملناها من 2 كيلو تين، برطمانين كبار، كل برطمان بيساوي حوالي كيلو من المربى، وبرطمانين صغيرين لان اللي في الطبق دول بيكفوا حوالي برطمان صغير. مربتنا شكل وطعم وقوام فاخر من الاخر، انا متأكدة هتعجبكم جدا جدا. المربى انا حطيتها في التلاجة حوالي ساعتين وبعدين خرجتها، بقت بالقوام اللي انتوا شايفينه كده. لما تقلبوا البرطمان ما يسقطش خالص، طعمها وشكلها بجد يعني مثالي جدا جدا. بتمنى من كل قلبي وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها، وتبعتولي التطبيقات بتاعتكم زي ما بعتولي تطبيقات مربى المشمش. انا متأكدة مربى التين هتتفوق عليها اكتر واكتر، وهتعجبكم جدا جدا، وخصوصا الاولاد، لان الاولاد ما بيحبوش مربى التين بسبب ان هي بتكون مسكرة. لكن مربتنا النهاردة طعم الفاكهة فيها بيكون اكتر واحلى. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وبكرة نتقابل بإذن الله مع وصفة جديدة من مطبخ ناهد فاروق.